صباح الخير، صباح الخير. تحياتنا لك كابتن. اليوم خلينا نعرف بالبداية ونعرف للمشاهدين تعريف بسيط عن فوبيا الطعام، شو هو؟ طبعا فوبيا الطعام هي حالة نفسية مرضية يصاب بها البعض. مثل ما عندنا احنا انه اكو عدة انواع من الفوبيا، فوبيا من المرتفعات، فوبيا من الاماكن المفتوحة، فوبيا من المصاعد. عندنا فوبيا يسموها فوبيا الطعام. هذا طبعا يصاب بها من كل 10 أشخاص تقريبا شخص. يعني كدراسة أجروها على أمريكا، يعني وجدوا أنه 19 مليون شخص أمريكي بس من أمريكا هم مصابين بفوبيا اسمها فوبيا الطعام. نعم. طبعا هذه أسبابها. نعم نعم يعني كابتن، إحنا من نحكي عن كل 10 أشخاص يصاب منهم واحد، يعني هذا مرض شائع نقدر نعتبره، أو اضطراب شائع كما يسمى. طيب اليوم لو رجعنا للأسباب اللي تؤدي لإصابة هذول الأشخاص برهاب الطعام والابتعاد عنه، شلون ممكن نصنفها؟ طبعا بالبداية هو احنا ما نقدر نعتبر هذا الـ 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 يعني فوبيا الطعام مرض الا اذا تاكدنا انه تكرر هذا الشيء لفترة طويلة، 3 أشهر او 4 أشهر، وانعادت نفس الاعراض، يلا نصنفها انه هي كمرض. لكن الاسباب اللي تدفع الى هذه الفوبيا هي ممكن يكون عارض نفسي تجاه اكلة معينة يخلي هذا الشخص يعني يكره هاي الاكلة وما ياكلها نهائيا. وممكن يكون السبب هو سبب وراثي، يعني تلقين مثلا عائلة كاملة ما تأكل أكلات معينة، هي هذا العامل بالوراثة. وممكن يكون عارض جديد، يعني شنو؟ يعني أنا مثلا أكو فد أكلة معينة ما أطيق أنه أكلها. أكو أشخاص يشوفون أنه بعض الأكلات أصلا هي مو أكل، يعني مثلا عندنا الحيوانات البحرية، البعض يشوف أنه مثلا الروبيان والسرطان هذه مو أكل، يحسوها أنه هي حشرات مثلا. صحيح. اكل بعض ما ياكلون الاكل المهروس، يعني لازم ياكلون الشيء بشكل الكامل والجميل، لان هم باعتقادهم وبعقلهم الباطني يتصورون انه المرحله اللي يتشوه بها شكل الاكل هي المرحله ما بعد المضغ. فلما يشوفون هذا الاكل بهذه الطريقه يتصوروه هو انه بالمرحله الثانيه، فما يتقبلوا. نعم، يمكن العديد من الاشخاص يمكن احنا انتبهنا انه بتصير عندهم هاي الشغلات، ولكن ولا مره خطر على بالنا انه هي فوبيا. انت معانا كابتن؟ طبعا صوت ما اسمع. الو، تمام، سامعنا كابتن؟ نعم، يمكن الكابتن ما سمعنا. نعم. الان، ولكن بصراحه يعني اللي اريد اعرفه الان اكثر واريد اتاكد من معلومه، انه هل الفوبيا ممكن تكون من نوع معين من الطعام او من الطعام بشكل كامل؟ لانه اذا من الطعام بشكل كامل يعني هذا الموضوع حيكون في غايه الصعوبه للامانه. 100%. واحد يمكن مثل ما سمعناه قاعد عم بحكي انه مجموعه من الاطعمه باشكال متعدده، يعني هو في حالات معينه للموضوع، ولكن انه الفكره منيح انه مش من كل الطعام، عرفتي؟ انه في اشخاص ما بعرف إذا في أشخاص مثل ما سألتي، ولكن هي الفكرة أنه إحنا هدول الأشخاص موجودين حوالينا وإحنا ما بنعرف أنه هي هاي فوبيا. يعني لازم ننشر هاي الثقافة وننشر الوعي لمثل هذا الموضوع، ونعرف يعني شو هي الشغلات اللي هاي. يمكن معانا أنت كابتن مرة ثانية، تحياتنا لإلك. تمام تمام. نعم كابتن، طب اليوم اذا بدنا نيجي نحكي احنا عن الفوبيا، كان لزميلتي سؤال انه هل يا ترى هناك فوبيا من الطعام بشكل كامل، يعني كل انواع الطعام، ولا هي مثل ما انت ذكرتها سابقا؟ لا، اكو فوبيا اسمها فوبيا الطعام، هذه نسميها فوبيا رهاب الطعام. هذه تكون يعني هذول الاشخاص يحسون انه الوجبات الرئيسيه لهم مثل الكابوس. ما يتقبلوها نهائيا، يعانون يعني معاناه كلش كبيره من الاكلات الرئيسيه. مجرد موضوع الاكل عندهم يسبب لهم فد مشكله كبيره، فهذول راح يمرون فد موضوع انه يعني ينحرجون جدا لما ينعزمون على اماكن بها اكل طعام، يبقون انه بين انه ما يروحون حتى لا ياكلون، وبين انه اذا راحوا شو رايح ياكلون هذا الاكل. طيب كابتن، اليوم لو نشوف يمكن السلوكيات الخاطئه عند البعض او الوسواس الداخلي اللي داخل البعض، شلون ممكن السيطرة عليه؟ شلون احنا اليوم نقدر نحسن من هذا السلوك؟ لانه احنا نعرف انه لما يكون الموضوع فوبيا او رهاب
علاجه ما يكون مثلا بسيط او ما يكون بخطوه واحده، فالاشخاص اللي يعانون من هذا الموضوع شنو الاشياء اللي لازم يتبعوها حتى يتخلصون من هذه من هذا الشعور ومن هذه المشكله بشكل عام؟ نعم طبعا مثل ما ذكرتي انه هي هاي العلاج هذا الموضوع هو مو علاج سهل، يحتاج الى وقت نعم. ويحتاج الى تكنيك وذكاء بالتعامل مع الشخص المصاب بهذه الفوبيا. فاحنا نحط على الاهل عاتق انه نسبه ان هم يكونون سبب في علاج هذه الحاله. نعم. لازم تكون المعامله مع هذا الشخص كالمعامله مع شخص مريض نفسي، ندعمه معنويا، نحاول نقترب منه تدريجيا انه نشوف شنو الاشياء اللي تحسن من مزاجه. هاي الشغله. الشغله الثانيه ان احنا نعتبر السبب الرئيسي بالاصابه بفوبيا الطعام هي مقارنة وخصوصا الفتيات بنسبة 85 إلى 90% بالمودلز الموجود حاليا. يعني انه شلون؟ انه البنية تخلي بذهنها او بتفكيرها شخصية مشهورة. هذه الشخصية تكون هي نحيفة القوام، جسمها جميل، فتحاول انه تقلدها وتوصل الى مستواها. فتصاب بموضوع انه فوبيا الطعام بحيث انه تمارس كل الطقوس وكل الحالات اللي توصلها الى مثل جسم هذه الشخصيه المشهوره. بعض الاشخاص طبعا يوصلون الى حاله انه يقطعون الطعام تماما. صحيح. صح. بالمناسبه انه كل الامراض النفسيه ما يعني ما تشكل خطوره بقدر ما يشكل خطوره الحاله النفسيه اللي يصاب بها مرض فوبيا الطعام. احيانا يوصل الى يعني هذا الحاله النفسيه الوحيده اللي توصل الشخص للموت. نعم. طيب كابتن سيف، يمكن احنا نعرف مرات انه الشغلات اللي بتصير عند الاشخاص اللي عندهم فوبيا من امور اخرى، يعني مثلا فوبيا الحيوانات الكلاب مثلا، انه كان هاجموا كلب بيوم من الايام، فوبيا المي، انه غرق بيوم من الايام وهو صغير، يعني احنا بنعرف انه هاي الشغلات مثلا معروف اسبابها، ولكن هل يا ترى ايضا فوبيا الطعام بتكون نفس الشيء؟ يعني مثلا خلينا نقول شخص عنده مرض، عنده القولون العصبي، وبفكر انه اي شيء بده ياكله او اي شيء بده ياكله بده ياثر على القولون تبعه، فبيحاول انه يبعد عنه فتكونت عنده الفوبيا، ولا الموضوع مختلف من ناحيه الطعام؟ لا لا احسنتي. طبعا الاشخاص اللي يعانون من موضوع مرض القولون او اضطراب الجهاز الهضمي، هذول شلون الشكل عندهم هاي الحاله؟ هذول الاشخاص احنا نربطها بالعامل العارض النفسي. مثلا مره اكل فد اكله معينه سببت عنده اضطراب الجهاز الهضمي، راح يخلي بباله انه هذا العارض النفسي اللي صار عنده، عفوا الاضطراب الجهاز الهضمي نتيجه هذا الاكل اللي اكلها، فيقوم يخاف انه يقبل على الاكل لانه بذهنه هو يتوقع انه الاكل هذا راح يسوي عنده فالامراض بالجهاز الهضمي، راح يسوي عنده عسر بالهضم، فراح شو يسوي؟ يحاول قدر الامكان انه يبتعد عن الاكل. واحنا ننصح دائما طبعا ودائما ننوه باغلب اللقاءات وباغلب الندوات التثقيفيه انه كبار السن تحديدا لازم تكون وجباتهم غنيه بالالياف وغنيه بالشغلات اللي تكون هي ملينه البطن، تكون نعم. هي ما السبب عندهم امساك، تكون شغلات طبيعيه، فالتنوع بالتغذيه جدا مهم لهؤلاء. صحيح. نعم. طيب كابتن، يعني اليوم لو نتحدث عن التأثيرات الصحية لمرضى رهاب الطعام، وين ممكن أن يوصلهم هذا الموضوع؟ وبنفس الوقت أريد أعرف الفرق ما بين اضطراب الطعام والرهاب أو فوبيا الطعام. طبعا التأثيرات الصحية للأسف أنه أصحاب فوبيا الطعام ممكن بسبب امتناعهم عن الأكل بشكل نهائي او اضطراب الطعام اللي يخلي الاشخاص ياكلون بشراهه يعني بغير وضع خطه مثلا للطعام، انه انا شو وقت ما اجي القى اكل اكل الصبح بالليل الظهر، بحيث هذول الاشخاص يوصلون الى مرحله انه هالقد ما ياكل يندم بعدين انه شلون اكل هيك، فيحاول انه يتخلص من الاكل بكل الطرق، ينطوي على نفسه انه يحاول يتعرض، يحس نفسه يتعرض للتنمر، يقوم ياكل بوحده. فالمشاكل الصحية اللي تسببها موضوع اضطرابات الطعام هي للأسف أنه يسبب هذا الشيء مرض القلب والسكر وإلى آخره من الأمراض اللي يصعب علاجها، مما يؤدي إلى وفاة بعض الأشخاص بوقت مبكر.
نعم. طيب اليوم كابتن سيف، إذا بدنا نيجي نحكي عن وفقا طبعا أكيد لدراسات، إنه مين هم الأشخاص الأكثر عرضة لفوبيا الطعام، وبأنو أعمار تحديدا ممكن إنه نلاقي الناس بتصيبهم هاي الفوبيا؟ طبعا الأعمار الأكثر إصابة بهذه الفوبيا هم الأعمار اللي يمرون بالسن المراهقة، بسبب إنه يكون عندهم تخلخل بمشاعرهم العاطفية وعدم نضج تفكيرهم، فيندفعون الى انه يتبعون اي شخص، يحاولون يوصلون لهذا الشخص بكل طريقه. بنفس الوقت يكون هاي الاعمار هو اصلا ما يعرف شو يريد. مره تحسين بالمناسبه الشخص اللي يكون مصاب بالفوبيا، يعني تشوفينه انت ايش قد ما ينزل من وزنه، تكون اوزانهم مخيفه، يعني تباين على السيقان مثل يعني شكلهم مخيف. لما يجي هو يباوع على نفسه بالمرايه يشوف نفسه سمين، ما يقتنع انه هو مثلا وزنه مو طبيعي، او يقتنع انه هو مثلا الطريقه اللي ماشي عليها انه هاي خاطئه او تسبب له يعني نتيجتها مو يعني لها عواقب وخيمه، فيشوف نفسه انه هو مقتنع بنفسه، مقتنع بوزنه. نعم. طيب كابتن، الاشخاص اللي يكونون اكثر هم الاشخاص اللي يمرون بمرحله مراهقه. نعم. طيب كابتن، اليوم احنا شلون نقدر نشخص هذا الموضوع؟ يعني شلون الاعراض اللي تظهر على الشخص ومن خلالها المختصين طبعا يقدرون يشخصون انه هذا الشخص يعاني من موضوع رهاب الطعام او فوبيا الطعام؟ نعم. بالنسبة لفوبيا الطعام، الأعراض اللي تظهر عليهم أن يكونوا نحيفين لدرجة توصل أوزانهم لل 29 لل 28، يعني شلون احنا نسميه باللهجتنا انه جلد وعظم. ان السلوك اللي لاحظه عليهم بالضبط، السلوك اللي لاحظه عليهم انه يمتنع عن الاكل باي وجبه نخليها، يحاول انه يطلع اي سبب حتى يهرب من الاكل. نعم. نعم. طيب اذا لاحظنا انه هاي الحاله تكررت لاكثر من شهر او شهرين، نعم، معناته انه هذا صار عنده فوبيا طعام، نعرف احنا الشخص من هذا الاعراض. نعم. ان شاء الله يا رب الكل اللي بيشوفوا انه في عندهم هذا الموضوع او بيلاحظوا على حالهم هاي الامور او على احد من افراد عائلتهم عندهم هذا الموضوع ينتبهوا لهي النقطه. لكن اليوم كابتن سيف، ما بعرف اذا انت تابعت التقرير اللي كنا عارضينه قبل شوي، في مقطع لطفل كان عم بيتهاجمه حبة برجر، شفته ولا لا؟ شفته. طيب هذا الشيء حقيقي ممكن يحصل أم لا؟ يعني هل ممكن اللي عندهم فوبيا الطعام يوصلوا لمراحل أنهم يحلموا كوابيس أنهم مهاجمين من الطعام؟ خلي اقول الشغله، اذا اريد نصنف انواع فوبيا الطعام بس، نعم، فراح تشوفين اكو بها اشياء يعني حتى مثيره للضحك. مثيره للضحك، يعني اكو فوبيا من فوبيا الطعام، اكو فوبيا من نسميه رهاب الطعام. هذا النقطه الاساسيه، انه هذا الشخص من اجي احط له وجبه كانما قاعد اعذبه. اكو فوبيا من المنكهات والصلصات اللي تتخلى على الطعام. نعم. اكو فوبيا من الطبخ نفسه، بحيث المراه ما تقبل على المطبخ، تصور انه الالات اللي قاعد تقطع بها الطعاميه الات حاده مميته. نعم. اكو فوبيا من الكلام اللي يدور اثناء تناول الطعام. اكو فوبيا من الاشياء الحامضه، يعني الليمون، اكو ناس عندهم ارهاب من الليمون، يعني من الاشياء الحامضه يجن جنونهم ولا اعطيهم شيء حامض. اكو فوبيا من الشوكات اللي ياكلون بها الصينيين، يخافون من الطعن بهذه الشوكات. تخيلي، يعني اكو نوع من الفوبيا من الزبده، من زبده الفول السوداني او من الزبادي، لما يتناولوا يتخافون انه هذه الزبده او هذا الفول السوداني يلامس يعني الحنك من فوق او من جوا. فتخيل هاي انواع فوبيا الطعام. بصراحة أنواع هواية، ويعني المشكلة كلها تؤدي إلى نفس الضرر أو إلى نفس المجموعة من الأعراض اللي يحس بها الشخص ممكن، ويعني تكون مؤذية بالنسبة له. فإن شاء الله أن الأشخاص اللي يعانون من هذه المشكلة يحاولون أن يجعلون الآخرين أو ذوي الاختصاص وأصحاب الاختصاص يساعدوهم حتى يتخلصون من هذه الحالة، لأنه إحنا نعرف أن العلاج ما راح يكون بجلسة واحدة أو جلستين، حسب كل شخص وقابليته وتكيفه. أكيد كابتن، احنا نحب نشكرك على كل هالمعلومات اللي قدمت لنا اياها، بصراحه موضوعنا كان اليوم ممتع وايضا مفيد، ونتمنى من كل مشاهدينا انه استفادوا منه. شكرا لكم، ان شاء الله يا رب.